بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل، فمنه العون وحده لا شريك له. نبدأ في سؤال 72: الشخص والكريم والشخص الضعف، الشخص القوة. عشان يكون إنسان لازم يكون قوي، إذا كان ضعيف ما يكون شخص. مثل ما قلنا، كان قطع على هذه الكلمة، قلنا من أحد الصحابة كان ضعيف الجسد، على ما أعتقد سيدنا عبد الله بن مسعود تقريبا، يعني كان نحيف المرة، يعني رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وكان من الصحابة. تمام، فليس القوة هي التي تفرق، وليس الضعف اللي يفرق. صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولكن مش قال وفي كل خير، بس خليك مؤمن وإن شاء الله خير. طبعا كلمة مؤمن تنطبق على الرجل والمرأة. يبقى الشخص الكريم، الكريم هو وصف للشخص، تقول والله لهذا رجال، والله هذه حرمة. صح، إذا كانت كريمة، إذا كان عندها مواقف، إذا كان عنده مواقف، هذا اللي تفرق. أما الإنسان قوي ضعيف، بعض الناس يعيش حياته ضعيف مريض، ويكون من أقرب الناس إلى الله عز وجل، ويكون من أقرب الناس إلى الناس نفسهم، الناس كلها تحبه مع أنه ضعيف، وكذلك قد يكون قوي ومحبب إلى الناس. مثل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان الشيطان يخافه، كان الشيطان يهابه. إذا جاء الشيطان سيدنا عمر من من طريق، يعني لا يمشي الشيطان في هذا الطريق، يعني كان قويا، ومع ذلك كانت الناس تحبه. أما الشخص الكريم معروف أن هذا شخص. السعودية ومصر، السعودية والكويت، السعودية والإمارات، إيش الرابط هنا؟ أخذنا السعودية ومصر، ليش؟ طبعا الكويت والإمارات والسعودية كلها دول خليجية، حلو؟ طيب إذا أخذنا السعودية والكويت صح، طيب الإمارات إيش اللي ما خلينا نأخذ الإمارات؟ معناها أن إذا أخذنا الكويت يبقى الإمارات خطأ، فهنا السعودية ومصر دول عربية، زين؟ أو دول عربية بينها مصالح مثلا. أما السعودية والكويت والإمارات صحيح دول خليجية، تمام؟ فإذا أخذنا واحدة يبقى واحدة خاطئة، تمام. هذه انتهيت من دورة الإسعافات الأولية. طبعا لو في أي أسئلة برضو تقدروا على الشات، أو تقدروا في حاجة اسمها رفع اليد هنا، في حاجة اسمها رفع اليد هنا يا شباب، تضغطوا على علامة الاجتماع هذه، بيجي على أقصى اليمين هنا، أقصى اليمين هنا على كلمة اسمها raise hand، الكلمة اليمين اضغط عليها، حيصير عندك كده علامة يد، أقدر أعرف إني أيوة زي كذا، زي كذا بالضبط، زي ما رفعت الأخت. ترفع يدها، أقدر أفتح لها الحين، يعني الحين أفتح المايك، أقول لها أسمح لها بالمايك، تقدر تسأل لو حابة. أيوة زي ما رفعته كذا، أيوة كذا. لو في أي استفسار بالطريقة هذه ارفعوا من علامة الاجتماعات، تمام. تعالوا على اليمين، اقصى شيء ريز هاند، وراح اسمح، بس انا مسكر عشان ما يكون في ازعاج عند احد، فقط يعني ازعاج يزعج احد يعني. وبالطريقه هذه ان شاء الله لو واحده عندها اي سؤال ان شاء الله تطبقه ان شاء الله. يلا، انتهيت من دوره الاسعافات الاوليه. احنا قلنا الجمل محتاجه تركيز، ليش؟ بيكون فيه اكثر من جمله صح. هل الإسعافات الأولية شيء مهم؟ ولا هذه معناها أخذت دورة في الإسعافات الأولية؟ يقول أنا انتهيت من الدورة، مثل ما تقول أنا انتهيت من دورة القدرات. هل معنى دورة القدرات مهمة؟ ولا أنا أخذت دورة قدرات؟ هذه تماماً بتمام، انتهيت من دورة الإسعافات الأولية معناها أخذت دورة في الإسعافات الأولية. زواج وسفر، زواج واحتفال،
هل هنا نقول زواج وسفر؟ صحيح بعض الناس لما تتزوج على طول ياخذوا شهر عسل في اسبانيا، في فرنسا، عندنا يروحوا شرم الشيخ، يروحوا الغردقه، يروحوا الاسكندريه، يروحوا هنا. هنا عندكم برضو انتوا لكم اماكن تروحونها مثلا، او فزواج وسفر وارد، بس هل هذه قاعده؟ اي بشر يتزوج لازم يسافر؟ لا، لكن زواج واحتفال نعم، يقام الاحتفال لابد منه في الزواج. ليش؟ من باب الإشهار والإعلام، يعني حتى لو كان احتفال في داخل حدود الأسرة اللي هي 20 واحد، 30 واحد، صار مثلا عمل لهم على وعشاء وصار في حفل بسيط كذا، هذا صار احتفال، فهذا لابد منه زواج واحتفال، فيقام الاحتفال لإعلان الزواج، يعني حتى ما يساء الظن بأحد، يعني ماشي معاها رايحة جاية دخلوا راحوا، هذه معروف إنها زوجته، صار في إشهار. خالد هو المفضل لدى أخيه، خالد هو المفضل لدى أخيه، هل هذا معناه خالد يحب أخاه؟ لاحظ أن الجملة يقول إيش؟ خالد هو المفضل لدى أخيه، هو المفضل، هو المحبوب، هل هذا معناه خالد يحب أخاه الأصغر؟ ما قال شيء، ما قال هذا المعنى. خالد يحب أخاه برضو ما قال هذا المعنى، الاثنين هذول معناهم واحد. طيب هنا حتطلع لنا شرطتين، الشرطتين هذول وش معناهم؟ إذا اخترنا أي شرطة صح، أولا إذا أخذنا جيم صح، إذا أخذنا ذال صح، هذا هدية من المقياس، هذه نقطة. ثاني نقطة وش معناها هذه؟ معناه نقص في الخيارات، يعني الخيارات هذه كلها خطأ. تمام؟ القوة الحقيقية للإنسان تكمن في تملك نفسه وقت الغضب. شوفوا يمر عليكم ناس ما أطيبهم وما شاء الله عليهم، وتلاقي واحد لئيم أو واحدة لئيمة تسوي مصايب، وتستفز الإنسان الطيب هذه أو الإنسان الطيب هذا بكلمة تخسر كل اللي عملته، يعني هي عملت كل شيء بس تقول كلمة في وقت الغضب خسرت كل شيء. يكون واحد شاب مثلا غلطان على فلان وضربه ومتكلم عليه وضربه ويستفزه يستفزه يستفزه لين يطلع كلمتين ويمسك الكلمتين هذول، خلاص الكلمتين هذول يضيعوا كل اللي صار فيه. يبقى القوة الحقيقية للإنسان، الإنسان القوي مو يقول كلمتين يسب يسب ويمشي وقت الغضب وخلاص، لا، القوة الإنسان الحقيقي اللي نخاف منه سواء كان واحد أو واحدة، اللي هو يتمالك نفسه عند الغضب، وقت الغضب ما يطلع ولا كلمة، يكون مركز، تركيزه يكون عالي وقت الغضب. يبقى هنا الحقيقية ولا القوة؟ يمكن حذف كلمة الحقيقية ولن يختل المعنى. هو هنا وش يقول؟ الكلمة الزائدة هنا، نوع جديد من الأسئلة هذا، القوة الحقيقية للإنسان تكمن في تملك نفسه وقت الغضب. الكلمة الزائدة في الجملة السابقة هذه هي الحقيقية ولا القوة؟ ينفع نقول الحقيقية للإنسان تكمن، وش الحقيقية؟ لا ما تيجي. طيب ينفع نقول القوة للإنسان تكمن في تملك نفسه؟ نعم. يبقى إذا شلنا كلمة الحقيقية ما يختل المعنى، يبقى الكلمة الزائدة هنا كلمة الحقيقية. الشباب، بيتكرر كثير دي مثل كلمة زي هذه، الشباب عدة المستقبل. طيب اتفضل. الشباب عدة المستقبل، بسواعدهم يبنى الوطن. احنا نبي مرفوع المايك، الله يرحم والديك، ان كانك تبي تسألي تفضلي. ايش معنى عدت؟ عدت يعني اعتاد، يعني شوفوا عندكم مثلا لما تقولوا مثلا والله الجيش السعودي عنده عتاد وعدة، يعني عنده أجهزة وعنده مجهز نفسه وفي الأمان، هذه العدة العتاد والشيء اللي هو يعني يستقوى به. تمام.
يبقى الشباب عدة المستقبل، يعني الشباب هم اللي حيبنى عليهم المستقبل، هم اللي انتم مجهزينه للمستقبل. صح، الإنسان يجهز جيشه للعدو، أنتم الآن مجهزين الشباب، وصدقا هذه الكلمة أقولها والله، أنتم الآن مجهزين الشباب للمستقبل. الآن استغنيته وبكل قوة، والله العظيم، عن الدكاترة في الجامعات. أنا أكثر من 5 زمايلي في الجامعة استغنى عنهم خلاص، يعني صاروا ها راحوا مدارس مشرفين وهكذا، و يعني في الأول كان يقول دكتور سعودي، دكتور جامعة سعودي وين؟ الحين ما شاء الله موجودين وبقوة في المجال الطبي، دكاترة وممرضين من وقت قصير. ممرضة؟ ما تستحين على وجهك الشغل أنا ممرضة؟ والله عيب، عيب تقولين هذه الكلمة. أروح المستشفى أختلط مع الرجال، و كان هذا الضرب من الخيال. الآن ما شاء الله طاقم طبي ممرضين ودكاترة وجراحين، و فهذا الشباب اللي عندكم الآن هو عدة المستقبل، تمام؟ بسواعدهم يبنى الوطن. طيب، الكلمة الزائدة هنا وش هي؟ هل لو قلنا الشباب عدة بسواعدهم يبنى الوطن يمشي الحال؟ نعم. ولا نقول الشباب، الشباب المستقبل حتى تلاحظون الشباب المستقبل في ألف ولام وألف ولام، ما هي ماشية مع بعض، يعني المضاف ومضاف إليه ما تمشي، لازم يكون في كلمة ما فيها ألف ولام. فالشباب عدة، يعني قوة وعتاد وتجهيزات، بسواعدهم يبنى الوطن. الكلمة الزائدة هنا كلمة المستقبل، فكلمة عدة أصلا يعني تجهيزات، والإنسان يجهز ليش؟ أنتم الحين تجهزون مثلا لعرس، العرس جاهز، تجهزون مثلا بتبنوا بيت، بتبنوا مثلا حتنقلوا في مكان، هذا جاي كله، فالعدة اصلا للي جاي. انتم تجهزون الجيش لشيء جاي مو للحين، تمام؟ الواحد مثلا عندك يطور الانجليزي ايش؟ لشيء جاي، عشان ابقى بشهادة، عشان اتوظف، عشان كذا. فالعدة هذه لشيء جاي، فكلمة العدة اصلا تكفي عن كلمة المستقبل. طيب، طبعا يا بنات برضو ويا شباب، هذه فرصتكم، والله العظيم كلمة أقولها من قلبي، الفترة اللي انتوا فيها هذه فرصتكم كشباب وكبنات، فترة مثل ما يقولون إحلال وتجديد. يعني الحين الأجانب كلهم بيمشون، بتحصلون وظائف في أماكن مرموقة بسهولة. يعني اللي بهام من الفترة هذه وراحوا الأجانب، هتصور صارت المنافسات بين السعودي والسعودي، تمام؟ الحين انتم المنافسه قويه، يعني سعودي واجنبي، لا الاجنبي خلاص، يعني بس توفر السعودي بيحل محل الاجنبي، فصارت الان منافسه قويه بين السعودي والاجنبي. لا، بعد فتره تصير المنافسه بين السعودي والسعودي، وين يفضلوا؟ اللي معه ماجستير، مثل ما راحوا في مصر، الحين يفضلوا معه ماجستير، بعد الحين ما عاد يفضلون اللي معه ماجستير، هذا الماجستير ما عنده شيء، اللي معه دكتوراه برضه اصبح الحين في مصر اللي عنده دكتوراه ولا شيء، يفضلون اللي معه 2 دكتوراه، 3 دكتوراه، اللي عنده براءه اختراع، اللي عنده كذا كذا. فالان والله كلمه اقولها ستذكرونها، الان فرصتكم تاخذونها وبقوه، فرصتكم تاخذونها وبقوه في الاماكن. بعد كذا ستكون الاماكن فيها منافسه قويه، لازم ماجستير لان اصبح السعودي ينافس سعودي بفضله بقى بالشهادات، يفضله بالدرجات، يفضله بالكذا. اول ما كان يرفضون احد في الجامعه ابدا، الحين صار في قياس، صار فيه تحصيلي، صار فيه وهكذا. يعني الشباب مرحله مهمه، وهي وسطى بين الطفوله والنضج. لو قلنا الشباب مرحله مهمه بين الطفوله والنضج، ما ماشي الحال؟ ماشي الحال. يبقى الكلمة الزائدة اللي هي تفسير كلمة وسطى، وسطى الشباب مرحلة مهمة، كلمة بين كلمة بين نفسها معناها وسطى، فوسطى بين، كأننا بنكرر نفسنا، الكلمة الزائدة هنا وسطى. يجب أن نعمل بإخلاص
كي يظهر وطننا بأجمل صورة يخبطنا عليها الآخرون. الكلمة الزايدة هنا إيش؟ بإخلاص. قول يا أستاذ معقول؟ شيل الإخلاص هنا، يعني شيء مهم هذا ترى. طيب أقول لكم بشيء، الحين الموظف الآن إذا لما صار في بصمة في العمل، طب في أرامكو صار في بصمة، لازم تحضر الصباح بدري بإخلاص، ولا إذا حضرت ما حضرت بإخلاص متخصم عليك، متخصم عليك، تأخرت وأنت مخلص تأخر عليك، تخصم عليك، ما تأخرت وأنت أصلاً يا دوب بتبصم وتدخل تنام برضه عادي، أنت برضه أنت 100 100، تمام؟ فيجب أن نعمل كي يظهر وطننا بأجمل صورة يغبطنا عليها الآخرون. فكلمة بإخلاصنا زائدة، ليش؟ إن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. في واحد أصلاً ممكن يروح دوام ويجي لو ما في رقيب عليه، ما عنده، يعني موجود في كل شعب وفي كل مكان وفي كل زمان، تمام؟ يروح دوامه بس طالما ما فيه مدير عليه ولا فيه قائد عليه ولا فيه موجه عليه، والله ما يسوي شيء، أهم شيء فيه توقيع وخلاص. فهنا إذا كان فيه إخلاص جزاه الله خير، ما فيه إخلاص وفيه أحد رقيب عليه راح ينتج أكثر من اللي عنده إخلاص بعد. ليش؟ الماني ماني راح ينقص آخر الشهر، بدل ما بياخذ 9 راح ياخذ 4، راح ياخذ 5، يتخصم عليه. تفضلي يا اختي، على ما اظن مرفوع لك المايك من ساعتها. طيب فكلمة اخلاص هنا زائدة، يجب ان نعمل ونعمل كلنا. وهل كل الشعب مخلص؟ مستحيل، في عصر الصحابة ما كان كذا. المثالية هذه ما هي موجودة عندنا في الإسلام، يعني إن الكل كويس والكل 100 100، لا، يجب أن نعمل معناها كلنا. طب هل كلنا هنعمل بإخلاص؟ لا مستحيل، إحنا هنعمل كلنا، سواء واحد مخلص أو هيعمل عشان هينقص منه الراتب وكذا. يبقى الكلمة الزايدة هنا بإخلاص. سؤال 79. أبشري أبشري يا أختي، الله يرحمك. الشباب مرحلة وسطى، مرحلة مهمة، وهي وسطى بين الطفولة والنضج. هنا مرحلة مهمة، المرحلة هذه وين؟ بين الأطفال وبين النضج، الشباب بكامل قوهم، النضج اللي هي إيش؟ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال الإنسان يصل للنضج، نضج الفكري والعقلي والقوة يعني جسمانيا وكل شيء، عند 40 تتضح لي الأمور. يعني مثلا بلاش هذا المثال، ما حنسيبكم يعني ما يمشي معنا في مصر، تمام. المرحلة الشباب مرحلة مهمة، وهي وسطى بين الطفولة والنضج. كلمة وسطى أصلا معناها بين، فكلمة وسطى مكررة زائدة، فلما نقول الشباب مرحلة مهمة وهي بين الطفولة والنضج، فالإجابة هنا وسطى. أي من الآتي لا يتفق في المعنى وكلمة ملائمة؟ إيش اللي ما يساوي معنى كلمة ملائمة أو ملائمة أو ملائمة؟ كلها واحد، مفيدة، نافعة، مناسبة، مستمرة. كلمة مفيدة ونافعة ومناسبة، ملائمة مفيدة، ملائمة نافعة، ملائمة مناسبة. الشيء الملائم هو المناسب والنافع والمفيد. والله هذا يناسبني، مفيد ونافع ومناسب، على قد فلوسي ونافع ينفعني في وقته. بما مثلا يعني الحين بعد ما تختبرون قياس، واحدة اختبرت وجابت 100%، تمام؟ وأقدم لها عرض، أقول لها والله بقدم لك الدورة هذه مجانا لمدة سنة لين تختبري 5 مرات، هل تقبل؟
صار عائق لها هذا الآن، يعني حيمنعها من أشياء ثانية. لكن واحدة جابت 70 80 90، ولا والله بقدم لك الدورة هذه مجانا، هذا مناسب لها لأنه مناسب ونافع ومفيد. أما اللي جابت 100% هذه، لو إيش باللازم أعطيها؟ لو أقول لها خذي الخمس ورقات هذول بيجوك في الاختبار رجعيهم زين، ما بيهم شكرا. ليش؟ ما ليس نافع ولا مفيد ولا مناسب لها. أما الملائمة مستمرة؟ لا. بمعنى إيش؟ الحين أنتوا الدورة الآن ملائمة لكم الآن، بعد ما تختبرون تجيبون درجة ما شاء الله اللي أنتوا تبونها، صارت أهمية الدورة هذه مستمرة لكم؟ لا، ما عاد خلاص، ما عاد مهمة. يوم أقول لك في دورة أقول والله خلاص شكرا جزاك الله خير، تمام؟ لأنها ليست الملائمة مستمرة. تشرق الشمس الساعة الخامسة، من أي من الآتي لا يتفق مع الجملة؟ الشمس تشرق الساعة الخامسة، أي من الآتي لا يتفق مع الجملة؟ تشرق الشمس قبل الساعة الثامنة. الحين يقول لك الشمس تشرق الساعة الخامسة، ولا تشرق الشمس بعد الساعة الرابعة؟ والله بعد الساعة الرابعة يعني ممكن خمسة، تمام. تشرق الشمس عند التاسعة، عند التاسعة، ولا تشرق الشمس بعد الفجر؟ تشرق الشمس بعد الفجر. الحين جيم هي الخاطئة الوحيدة اللي هي لا تتفق. الحين هو يقول الساعة الخامسة تشرق الشمس عند التاسعة، لا هو يقول خامسة، تسعة يبقى غلط. طيب بعد الفجر، الساعة خمسة هذه مو بعد الفجر؟ بعد الفجر بساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعتين، المهم بعد الفجر. تشرق الشمس بعد الساعة الرابعة، الساعة الخامسة هذه ما بعد الرابعة؟ صح. تشرق الشمس قبل الساعة الثامنة، الساعة الخامسة هذه مو قبل الساعة ثمانية؟ نعم، قبل ثمانية مو بعدها. يبقى باقي الخيارات كلها اللي هي ألف وباء وجي ودال كلها خاطئة، كلها صحيحة أقصد. يبقى الخاطئ هنا التي لا تتفق تشرق الشمس عند التاسعة. الأسئلة اللي فيها أرقام 5 7 هذه أسئلة ممتازة مرة، فيها العقل يعرف يشتغل. أما في أسئلة ثانية صراحة أشفق عليكم منها، الله يعينكم فيها. الملائم مناسب، تصلح لي، تفيدني، تنفعني كذا. مثلا بتشتروا شيء يناسبك، هذا ينفع لك، يصلح لك، هذا هي نفس الجملة، ملائمة، مناسبة، مفيدة، كذا يعني. لا يمكن استبدال إذا ب متى إن قد. الحين إذا تفيد الشرط زين، إذا حصلت على 100% لك هدية، إذا كانت نسبتي 100% بسوي عزيمة، إذا صارت نسبتي 95% بسوي كذا. فإذا هنا تفيد الشرط بشترط. والأدوات متى وإن جميعها والأدوات جميعها أدوات شرط عدا جيم اللي قد. يبقى متى جهزت، متى أعطيتني أعطيك، متى جهزت نفسك نطلع، متى كنت جاهزة دق علي. إن تذاكر تنجح، إن تهتم تتفوق، فهذه كلها أدوات شرط زين. لكن قد أداة شرط، لما نقول قد أخرج اليوم، ولا قد أحضر اليوم، قد أنسى، ذكريني، لأن قد أنسى قد تفيد الشك وليس الشرط. يبقى إذا ومتى وإن أدوات شرط، لكن قد ليست من أدوات الشرط، لذا لا يمكن استبدال إذا بقد. قد فقدت صديقي، أنا فقدت صديقي، هل هذا معناه سافر صديقي للدراسة؟ لا،
الحين يسافر، يروح أمريكا، يروح لندن، ووجها لوجه سناب وإنستغرام وكل شيء، حتى طلع لنا في البخت زوم وتيمز وما أدري إيش، طلعت أمور، كل يوم يطلع شيء. تمام، يبقى سافر ما فقدته، بالعكس يوم كل يوم ممكن تكون معه، كل يوم تكلمون بعض عادي 24 ساعة وجها لوجه عادي. هل هذا مات صديقي؟ لا، معنى فقدته يعني مات؟ لا، ممكن يكون مثلا عمل معي موقف مو زين، صراحة يعني ما صار صديقي، أو عرفت معنى الصداقة الحقيقية عندما بعد أصدقائي. يقول أنا فقدت صديقي، ما يقول لا معنى ولا صداقة ولا شيء، يقول أنا فقدت صديقي بس. هل هذا سافر جميع أصدقائي؟ سافر جميع أصدقائي؟ لاحظوا هنا جميع الإجابات متقاربة إلا الأولى فقط، الأولى فقط هي اللي مختلفة، سافر صديقي للدراسة؟ لا. طب عرفتم، خلينا نشوف بقى الحين طالما متقارب وش نستبعد. عرفت معنى الصداقة الحقيقية عندما بعد صديقي؟ لا، هو يقول بعد صديقي بس، ما بين وش ترتب عليها، بعد، قرب، فهم، ما فهم. سافر جميع أصدقائي، هو ما قال لا جميع ولا عدد ولا سفره، هو قال فقدت صديقي واحد بس. يبقى هنا الإجابة الأقرب للصواب، مع أنها مش صحيحة يعني 100%، هي مات صديقي، فقدته يعني مات، فقدته مات. وعل وأسد، ولا وعل وبقرة، ولا وعل وغزال، ولا وعل والثعلب؟ الحين وعل وغزال من الثدييات التي ترضع صغارها، ومن الثدييات العشبية التي تأكل أو تتغذى على العشب. طيب الأسد والثعلب هذول يأكلون لحم، يعني مأكلات اللحوم، زين. البقرة أكلات برضو من أكلات الإيش، العشب، لكن الأنسب هنا وعل وغزال كلها من الثدييات التي ترضع صغارها وعشبية. العم وابن الأخ، تعرفون العم اللي هو أخو الأب، العم وابن الأخ، ولا العم وابن الأخت، ابن الأخت يقول خال، ابن يقول يا جد، ابن الخال وش يقول؟ ابن الخال وش يقول؟ يا خال. تمام، ابن خالتك أو ابن خالتك يقول لك، يقول لوالدتك يا خالة. تمام، ابن الخالة يقول لوالدتك يا خالة، لأنها مثل ما هي خالتك، هي والدتك هي خالته. تمام، ابن الابن يقول يا جد، حفيد يعني، ابن الأخت يقول يا خال، أما ابن الأخ يقول يا عمي، ابن أخويا يقول يا عمي، ابن أخوك يقول يا عمي، يا عمتي، ابن أخوك يقول يا عمي. نجار وخشب، النجار يستعمل الخشب. لاحظوا هنا السؤال هذا كان يتكرر كثير، نجار يستعمل الخشب، يستعمله النجار. الحديد يستعمله النجار، الفولاذ يستعمله النجار، لا، عامل النجار الرئيسي في الخشب. سهلة هذه، ما فيها فاكهة وخس ولا ملفوف ولا رمان؟ فاكهة، الخس والملفوف هذول خضروات، أما الرمان من الفاكهة. سهلة هذه، تعرفونها ما شاء الله عليكم في الأمور هذه. حر ومكيف، ولا حر وصحراء، ولا حر وبراكين، ولا حر ورطوبة؟ لو أنا حران أو واحد فيكم حران، يروح الصحراء ولا يروح في منطقة فيها براكين، ولا يروح مثلا في منطقة فيها رطوبة؟ أذكر يوم رحت جدة، ألاقي نفسي كلي عرق وما في عرق، أول مرة يعني أسأل يقولوا في رطوبة، الرطوبة عالية، يعني الجو كان متغير علينا،
عندنا المنطقة فيها ما فيها أي رطوبة، رطوبة صفر، فالحر ما يتناسب مع الرطوبة ولا البراكين ولا الصحراء. الحر وش فيه؟ المكيف. يعني أنسب شيء للحر المكيف، أنسب شيء للحر المكيف. ما شاء الله، والله شكلك فاهمة كتير يا دانا، الله يوفقك يا رب، الله يوفقك. أنا يوم أشوف أحد يسأل، أحد يراسل على الخاص يسأل ليش جات كذا، والله العظيم إن قلبي ينصر. لا تفهمون غلط، يعني انصر إني مثلا بكلم، لا والله العظيم أقصد يعني قلبي انصر إن في أحد مهتم، إن في أحد فاهم. يوم يجي سؤال يعني في ناس فاهمة، يوم يجي استفسار ليش جات كذا وليش، معناه في ناس بتذاكر وبتراجع وكذا. أما يوم هس هس ما في شيء، معناها الأمور تمام، طبيخ مثل ما تقولون، الأمور إيش على الأخير ما في شيء. واحدة صح مرسلاني أمس تقول أنا براجع قبل الاختبار بأسبوع، والله العظيم ممكن تجيبين 30 40، وش ترجع بعد الاختبار بأسبوع؟ الناس بتذاكر 4 شهور 3 شهور عشان تجيب درجة. ها الله الله زينة، اهتموا يا بنات واهتموا يا شباب، اهتموا قبل أن تندموا حيث لا ينفع الندم. أنا والله العظيم ما منعت أشياء ما أحد، لكن هذا من مصلحتكم، لازم تهتمون عشان تفتكون. يعني اهتمي اختبري مرة واحدة، اهتمي عشان تختبري مرة واحدة أكثر، بدل ما تختبري 4 مرات 5 مرات. اهتمي بدل ما يروح عليك ال5 مرات إن كنت اختبرت قبل كده وما يصير لك فرص ثانية، تمام؟ فاللي بيهتم بيختصر الوقت على نفسه. وبعدين في نقطة، البنات اللي في ثالث ثانوي اهتم الآن في الترم الأول عشان تهتمي بالتحصيل في الترم الثاني. فهمتوا علي؟ الأمور ترى يعني فيها شوية تركيزات شوي. كيف نعرف؟ بالتدريب قبل الاختبار، راح تعرف الاختبار إن شاء الله أو تعرفي. حسام وسيف نفس المعنى، يبقى حسام وسيف نفس المعنى. السياسة والجوازات، ولا السياسة وزارة الخارجية، ولا السياسة وزارة الخارجية، ولا السياسة بالجامعة؟ لا جامعة ولا الجوازات ولا الداخلية لهم في السياسة. إيش اللي مرتبط بالسياسة؟ وزارة الخارجية، سياسات بين الدول. السياسات يعني بين الدول، علاقتنا بالمغرب، علاقتنا بمصر، علاقتنا بالكويت، علاقتنا بسين صاد صاد عين، هذه سياسة. وإيش مكلف بها؟ وزارة الخارجية، ولي الأمر الله يحفظه يا رب مكلف بها وزارة الخارجية. الموت، الموت والحزن، الموت الكآبة، الموت الشنع، الموت الجذع، الموت يسبب الحزن. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات سيدنا إبراهيم، قال والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون محزونون. يبقى الموت يسبب الحزن ما يسبب الجزع، المؤمن لا يجزع أبدا. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عجبا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر، الحمد لله حنا في خير فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا مثل كورونا وما أدراك ما كورونا خربت أم الدنيا، صبر فكان خيرا له. ناس كتير وإحنا بنحضروا دورات، حضرت أكثر من 130 دورة تبع الوزارة، كل جميع يقولوا لولا كورونا ما تجمعنا هذه الدورات المجانية، 130 دورة مجانية، لو أنا باخدتهم هدول كان عديت 20,000 ريال 50,000 ريال عدتهم، كلها بشهادات موثقة معترف فيها من الوزارة، تمام؟ رب دارة النافعة. والله العظيم كنت أتمنى يوم أخذ دورة، أنا أحب الدورات والتدريب والتمرين وتطوير الذات وهكذا، فرب دارة النافعة. يبقى الموت يسبب الحزن. كده خلصنا اللي هو الربط والاختلاف، تمام؟ بكرة اليوم تسمعوا الفيديوهات من أول إلى فيديو اليوم، وغدا تختبروا نفسكم باللي هو ما الحل من أول إلى سؤال الربط والاختلاف لين 92. بعدين تيجي تصحح نفسك، تشوفي غلطت في كم سؤال من اللي هو النموذج المحلول. طيب السؤال اللي انت غلطتيه رجعيه افهميه، والمرة اللي جاية
راح ما حتغلط فيه مره في مره. الامور محتاجه تنظيم، وما ان شاء الله ما يكون فيها ايه، ما يكون فيها تعب ان شاء الله. حزن، اي نعم، ما شاء الله عليك يا داني، الله يرحم والديك يا رب، الله يوفقك يا رب. القسم الثالث عسل، سهل حلو والقليل من يخطئ فيه. 86 سؤال اكمال الجمل، يعني نحفزكم به ونبدا به المره الجايه ان شاء الله. فيه ميزه ان فيه كلمتين، يعني بتركزي في الكلمه الاولى وبتتاكدي من الكلمه الثانيه. ناخذ مثال وان شاء الله نبدا به المره الجايه. إن مشاهدة الأطفال لأفلام العنف والجريمة يدفعهم إلى السرعة ولا الشجاعة ولا العدوانية ولا البحث. خلينا ناخذ العدوانية مبينة، واحد بيسمع أفلام عنف حيدفعهم إلى العدوانية. فيه كلمة ثانية تخليني أتأكد إن جوابي صح ولا لا. إن مشاهدة الأطفال لأفلام العنف والجريمة يدفعهم إلى العدوانية والرغبة فيه محاكاة ما يرونه ضد الآخرين مما يشكل خطراً عليهم. من غير ما نفكر تاني الجملة ماشية تمام. طيب خدنا السرعة مثلاً، يدفعهم إلى السرعة، طيب والرغبة في مشابهة ولا التمثيل ولا التقليد؟ لا، محاكاة يعني بيصنع الشيء مثل ما هو، محاكاة. لا والله مو إجباري، اللي ما يبي يحل ما يبي يطبع، اللي ما يبي يطبع بيحل على النسخة الإلكترونية. كيف؟ صور الصفحات، وهذا ترى يعني بيعطيك كذا مرة تصور، وبعدين عن طريق الكتابة على الواتس على الصورة اختار الاختيار الصح، وبعدين شوف كم عندك سؤال خطأ. الشباب أعرف ما عندكم طاقة لأنك تذكروا وتعيدوا وتزيدهم، لكن عشان المستقبل حاولوا تتعبهم. والله في ناس ما انقبلوا الجامعات، ما بينقبل. والله اعرف واحده بقالها 3 سنين ما انقبلت، واعرف واحده ما شاء الله عليها موظف بقالها 4 سنين، بس هي الميزه عندها ان لحقت وظيفه من 5 سنين. انتوا الحين ما تقدروا على وظيفه، الحين كل شيء ما الوساطه قلت وكل شيء